بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا مولاي تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. تحدثنا إخواني في الحلقة السابقة عن الركن الثالث من أركان الحج والتي لا يصح الحج دونها، وهو طواف الإفاضة. فبينا معناه ودليل مشروعيته والحكمة التي شرعها الله عز وجل بشرعة هذا الركن العظيم. أما حديثنا هذا اليوم فعن شروط الطواف التي لا يصح الطواف دونها. فاعلم أخي أن للطواف 11 ركنا، لو تخلف ركن واحد فقط فإن هذا الطواف لا يصح، وإذا لم يصح الطواف فإن الحج لا يصح إلا إن أعدت هذا الطواف على الوجه الصحيح كما شرع الله عز وجل على لسان رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. فاستمع جيدا إلى هذه الشروط وارعها قلبك وعقلك وفكرك، واحرص أن تطبقها أثناء طوافك. الشرط الأول ستر العورة، لأن الطواف صلاة كما في الحديث، وستر العورة شرط لصحة الصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. حديث صحيح على شرط مسلم، رواه الإمام الحاكم في مستدركه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. عريان حديث متفق عليه. فشرط الطواف أن يكون الإنسان قد ستر عورته. وفي هذا الحديث قاعدة عظيمة، أن الطواف صلاة، أي أن الطواف يأخذ أحكام الصلاة، إلا أن الله عز وجل قد شرع فيه الكلام ولم يشرع الكلام في الصلاة. والعورة في حق الذكر الرجل ما بين السرة والركبة، وفي حق المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فلا يصح الطواف بدون سترها مع القدرة عليها، أي ستر العورة. ولو انكشف شيء من عورتك أثناء طوافك من غير تفريط ولا تقصير ولا تعمد فعليك أن تستر عورتك في الحال، ولا يضرك ذلك، بل أكمل طوافك ولا إشكال بإذن الله عز وجل في ذلك. بل هذا أيضا لو حدث معك في الصلاة أن انكشفت عورتك أو انكشفت عورتك أخي أختي، فتستطيع أن تغطيها بسرعة ولا إشكال في صلاتك إن أسرعت في ستر العورة. نأتي الآن إلى بيان الشرط الثاني. والشرط الثاني من شروط طواف الإفاضة هو الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان. يعني لازم يكون ثوبك طاهر وجسدك طاهر والمكان الذي تطوف به طاهر، لأن الطواف صلاة كما في الحديث السابق. وشرط صحة الصلاة الطهارة، فكذلك في الطواف، لأن الطواف صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. الشرط الثالث الطهارة من الحدثين. الشرط الثاني الطهارة من النجاسة، النجاسة يعني العينية التي لها جرم طول عرض وارتفاع، لكن حدث أمر معنوي يقوم في البدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص كما عرف الفقهاء الحدث. فالحدث مش إشي ملموس، الإنسان الآن مش متوضي يعتبر محدث، هل عليه نجاسة؟ لا، فالمؤمن لا ينجس، لكنه يكون محدث، يعني يجب عليه أن يكون طاهرا من الحدثين، يعني من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، أي يجب عليه أن يطوف وهو متوضئ ويكون خاليا من الجنابة أو الحيض أو النفاس أو أي من الأحداث الكبرى، والله تعالى أعلم. لأن الطواف صلاة كما في الحديث السابق، وشرط الصلاة أن يكون الإنسان طاهرا من الجنابة وطاهرا من الحدث الأصغر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، يعني لا نريد إلا الحج، حتى جئنا بسرف فطمست، يعني عائشة تحكي عن حالها، وصلت مكان اسمه صرف، فحاضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت:
والله لوددت أني لم أكن خرجت العام، تمنيت لوني ما طلعتش العام لأني حضت. قال ما لك؟ لعلك نفستي، إيش فيك؟ حطي؟ قالت نعم يا رسول الله. قالت نعم. قال عليه الصلاة والسلام هذا يعني الحيض، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. حديث صحيح متفق عليه، غير ألا تطوفي بالبيت. فهذا الحديث نص صريح صحيح في أن الحائض لا يحل لها ولا يجوز لها في أي حال من الأحوال أن تطوف وهي حائض، والله تعالى أعلم. أما تلك الفتاوى التي تبيح لها أن تطوف وهي حائض فتدفع بدنة يعني تهدي مكانها أو تطوف مع النقص كما قال البعض، فهذا قول يصادم هذا الحديث الشريف، فمن حاضت فلا إشكال في ذلك ولا وزر عليها في ذلك، فعليها أن تطوف بعد أن تطهر ولا إشكال، والله تعالى أعلم. فهذا حديث أصل صحيح وقاعدة عامة في أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. لذلك حقيقة بعض الناس ممكن يقول طب يا شيخ امرأة طلع لها حج فحاضت، ومعروف أنه الحج قد تكون هذه أول وآخر مرة في حياتها، إيش بدها تعمل؟ يرعى لها الحج؟ أقول له ولها الأمر هين بسيط خاصة في هذا العصر. الناس الذين يخرج لهم الحج يعرفون أن الحج قد خرج لهم قبل شهور من الحج، فتستطيع المرأة قبل حجها أن تأخذ الأدوية التي تؤخر الحيضة، فعندها بإذن الله عز وجل تخرج من هذا الإشكال، على أن تستشير طبيبا ثقة يقول لها أن هذه الأدوية لا تؤثر عليها. وقد سألنا عدة أطباء فقالوا أن أدوية تأخير الحيضة لمن ولدت لا تأثير عليها، والله تعالى أعلم. ومرد هذا الأمر إلى الأطباء الثقات، فهم أعلم منا بهذا المقام، هل هذه الأدوية تضر أم تنفع. نأتي الآن إلى الشرط الرابع من شروط طواف الإفاضة، يشترط أن تجعل البيت عن يسارك حتى لو كنت محمولة، لازم أنك تطوف إيه؟ بعكس عقارب الساعة، بيكون أنت تطوف والبيت على جهة اليسار منك مش على جهة اليمين، على جهة اليسار منك، فهذا شرط أن تطوف بعكس عقارب الساعة حول البيت. أما الشرط الخامس فالابتداء من الحجر الأسود مع محاذاة كل الحجر أو بعضه بجميع شقك الأيسر، يعني دي يبدأ الطواف من وين؟ من الحجر الأسود. فإن لم يبدأ من الحجر الأسود أو بدأ به ولم يحاذه بجميع شقه يجب عليه أن يعود وتلغو طوفته ولا تحسب. لذلك لو أفرض إنسان بعد بمتر بس من الحجر الأسود بدأ الطواف، هذه الطوفة لا تحسب، لابد أن يبدأ من الحجر الأسود فيرجع قليلا بعد الحجر الأسود ويبدأ منه، يعني بيبدأ من قبله بعدين بيقف أمامه ويكمل طوفته. فلو ابتدأ من أي مكان بعد الحجر الأسود فهذه الطوفة التي طافها لا تحسب. والآن حقيقة الله يجزيهم الخير أهل السعودية قد وضعوا على الأرض بلاط ورخام لونه غامق أسود أو بني محروق تقريبا، هذا عند الحجر الأسود من طرف الحجر الأسود إلى آخر صحن الكعبة، فتستطيع أن تنظر إلى الأرض فتتعرف على المنطقة التي تحاذي بها الحجر الأسود، يكون لون البلاط مختلف عن لون الرخام الآخر في الحرم، لون غامق يقول لك من هذا الحد ومن هذا الخيط ومن هذا المقام يبدأ لك الطواف، فبإذن الله عز وجل لن تضل ولن تزيغ عن هذا المكان إن بصرت الحجر الأسود أو بصرت تلك العلامة التي وضعوها كي لا يخطئ الإنسان في مقابلة الحجر الأسود. وأفضل طريقة للمحاذاة أن يمر الحاج بجميع بدنه على جميع الحجر، وذلك بأن يستقبل البيت، يعني تجعل صدرك وبطنك وجهك كله لوين؟ للبيت، ويقف عند آخر الحجر الذي يلي جهة الركن اليماني ثم ينوي الطواف، ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوزه، فحينئذ ينفتل بلف حاله ويجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى الخارج ويستحضر النية عند هذا الانفتال، ثم يمشي تلقاء وجهه طائفا حول البيت كله. الشرط السادس من الشروط التي تجب في الطواف
محاذاة الحجر بجميع بدنه، يعني يجب أن يكون جميع بدنك يحاذي الحجر. أما الشرط السابع فكون الطوفات 7 طوفات تامة يقينا، كل واحدة تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود، فلو إنسان طاف 6 أما 7 فلم يأتي إلى عند الحجر الأسود فلا تعتبر 7. بعض الناس بطوف كامل ما شاء الله عنه عند 7 خلص 6 بدأ 7 قبل أن يصل إلى الحجر الأسود وإلى هذا الحز الذي وضع على الأرض، تراه يذهب إلى مكان آخر ولا يكمل طوفته حتى تحسب لك الطوفة 7. تنبه إلى هذه الملحوظة جيدا وعض عليها بالنواجذ، عليك أن تختم الطوفة 7 بأن تصل إلى الحجر الأسود، كما بدأت من الحجر الأسود عليك أن تنتهي من الحجر الأسود أيضا. ولو شككت في عدد الطوفات فإنك تأخذ بالأقل، فلو شككت أطفت 4 أو 5 اعتبر نفسك قد طفت 4، شكيت 7 ولا 6 اعتبر حالك 6، شكيت 3 ولا 2 اعتبر حالك، دائما خذ بالعدد الأقل والله تعالى أعلم. الشرط الثامن من شروط صحة الطواف والتي لا يصح الطواف دونها أن يكون طوافك خارج البيت، يعني خارج الكعبة والشاذوران وحجر إسماعيل، خارج 3 شغلات، خارج البيت يعني الكعبة، خارج الشاذوران وخارج حجر إسماعيل، فلا بد أن يكون الطواف خارجا عنها وعن هوائها، حتى لو وضع رجله على الشاذوران حال مروره أو مد يده كما قال بعض العلماء وهو سائر في هوائه أو هواء الحجر لم يصح طوافه، فيلزم أن يعود إلى محل الوضع أو المد ثم يكمل طوافه. فلو دخل شخص من إحدى فتحتي الحجر، حجر إسماعيل النصف دائرة تكون جنب الكعبة، ومعلوم أن حجر إسماعيل هو جزء من الكعبة، فإن العرب عندما هدمت الكعبة وأعادت بناءها بنتها من المال الحلال، فلم يكفي هذا المال الحلال لبناء جميع الكعبة، فبنوا هذا المكعب المشاهد، أما حجر إسماعيل فلم يكملوا بناءه مع أنه جزء من الكعبة والله تعالى أعلم. فبعض الناس حقيقة يريد أن يختصر طوافه، فبدل أن يطوف حول البيت كامل إيش بيعمل؟ بطوف حول البيت وبعدي من حجر إسماعيل وبكمل، فيكون كأنه قد دخل داخل البيت داخل الكعبة ولم يطوف حول الكعبة، فلا تحسب له هذه الطوفة، بل يجب عليه شرعا ألا يطوف من داخل حجر إسماعيل والله تعالى أعلم. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام الحجر من البيت، يعني حجر إسماعيل من الكعبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت من ورائه، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، حديث صحيح الإسناد رواه الإمام الحاكم. والشاذوران هو عبارة عن جدار قصير مسنن بالرخام مثبت فيه الحلق تبعت كسوة الكعبة، ارتفاعه تقريبا 2.5 ذراع، ويقع من الجهة الغربية واليمانية فقط، الجهة الغربية واليمانية فقط مثبتة في الحلقة التي تمسك كسوة الكعبة، فهذا أيضا عندما تطوف لا تضع يدك عليه والله تعالى أعلم. والحجر هو ما بين الركنين الشاميين، وعليه جدار قصير على صورة نصف دائرة بينه وبين كل من الركنين، وقيل أن فيه قبر سيدنا إسماعيل تحت البلاطة الخضراء والله تعالى أعلم. فهذا الحجر إياك ثم إياك أن تطوف فيه أو منه، لأنه ليس من الكعبة. وبارك الله فيكم على حسن استماعكم.